في حقيقة الأمر كلما أراد البعض أو بعض الوطنيين في بلادنا أن يرفعوا هذا الغطاء ليكتشف ما تحته إلا ونعارض معارضة شرسة من بعض الذين يعملون لصالح الأجنبي. بكل بساطة هذا كلام لا يستطيع أحدا في السياسة أن يقوله لك، لأن موضوع الطاقة ونهب ثروات الشعب التونسي يجب أن تكشف بكل شفافية. الثروات الطبيعية تحت الأرض وفوق الأرض هي ملك للشعب التونسي والشعب التونسي وحده، استغلت من قبل البعض أو عن طريق البعض لصالح الأجنبي. وعندما أردنا أن نعيد ذلك الحق للشعب التونسي الذي طالب بالكرامة وبالحرية وبالعدالة التنموية في جميع الجهات، المال قوام الأعمال، الشعب التونسي حسب ما اكتشفته خلال السنتين الماضيتين غني وغني جدا، لكن ثرواته منهوبة للأسف. خلينا نكونوا عمليين أكثر وخلي الناس اللي تبع فينا تفهم أكثر. يقول القائل علاش أنتم ما طلبتوا أنه يكون هل الفصل هذا اللي حبيتوه يكون موجود في الدستور وتم دستره، علاش؟ خوفا من ماذا؟ خلال الفترة السابقة القليلة السابقة حير هذا الملف بالذات، وخصوصا على قناة اسمها قناة الزيتونة، وتكلم في الموضوع عدة خبراء تواسة وكشفوا لنا ما لا يستطيع النواب كشفه. أردنا إذا كنا نعمل بعد الثورة في إطار الشفافية وفي إطار المصداقية والصدق والعمل على مصلحة البلاد أن نكشف هذا الأمر. نحن لا نخون أحد، لا نسرق أحد، لكن قل لنا ما هي نسبة الربح والفائدة للشعب التونسي من خلال ملفات الطاقة، النفط، الفوسفات، الطاقة الشمسية، الملح، كل الثروات الطبيعية للبلاد التونسية. قلنا إذا أبرمت ما علينا من العقود الذي سبقت في هذا الفارق، وكانت هذه الملفات هي من خلالها تقع السرقة الحقيقية لأموال الشعب التونسي بعد الثورة وحكومات بعد الثورة، قلنا لهم لندستر هذا الحق. وعندما تأتي شركة أجنبية تبرم عقدا مع الدولة أو الحكومة التونسية أيا كانت إيديولوجيتها أو مذهبها أو خطها السياسي، عليها أن تكشف ذلك العقد في الرائد الرسمي وتنشر للملا، يطلع الشعب على أين ذهبت وأين ستذهب أمواله، ما عليه وما له. طيب المقترح هذايا سجلتوه أنتم كتابيا وبعثتوا به مكتب المجلس التأسيسي؟ تقدم به الزميل شفيق، وباعتباره رئيس لجنة الطاقة وهو اطلع ومطلع على كثير من الملفات السمينة جدا ويجب أن تكشف أمام الشعب، عندما أراد مع بعض زملائه ونحن منهم أن نتقدم بدسترة هذا الحق للشعب التونسي قوبلنا بالرفض. وعندما أردت أنا أن أبسط اللغة والخطاب للشعب التونسي الذي ربما لا يفهم اللغة المنمقة العربية الفصحى، أردت أن أبسط للشعب بكل بساطة بأن يا خالتي مسعودة ويا ديع الجية الدبوزة الغاز اللي طيبي فيها في المطبخ بتاعك راه تهزها منك، تبقى طيبي على الحطب بالمره الجايه. أنا اردت اللغه هذه، والمصلحة من هو نسيب ثروات الشعب التونسي؟ الملح من هو؟ الفوسفات من هو؟ النفط من هو؟ الغاز طيب من هو؟ كيف ستدافعون على ادراج هذا سنستغل الفصل 93 من النظام الداخلي الذي يتيح لنا العوده او المطالبه باضافه الفصل او مراجعه او الرجوع الى الفصل الذي تقدمت به مجموعة من النواب وأسقط داخل المجلس. وهذا العار كل العار أن يسقط حق مدستر للشعب التونسي ويسقطه الأغلبية. والله تناهب في المجلس هذا أصبت بصداع شديد جدا. نحن ثورة الكرامة الحرية والدفاع عن مصلحة الشعب التونسي، لكن ظهر بالكاشف أن ندافع على مصلحة الغرب وليس على مصالح التونسيين مع الأسف.